مستمر لكم من بعد الفاصل. وصلنا لمحور حلقتنا اللي كل البنوتات ينتظروا واني تبارك اكيد منتظري، اللي هو العيش باسلوب صحي وشلون نحافظ على جسمنا وشاقتنا. طبعا انا حابه اسالك يا تبارك اليوم، انت شلون محافظه على شاقه جسمك؟ شلون محافظه على شاقه جسمي؟ احاول اتجنب الاكلات اللي فيها دهون، دائما اكل صحي، مبتعده عن اللحوم راح اكل اكثر شيء نباتي يكون حلو. بعد الخبره اكيد يم الكابتن أكيد. هنا ولهذا السبب اليوم نورتنا الكابتن صابرين وليد، راح نتعرف وياها احنا وياكم على كل هاي التفاصيل وشلون نحافظ على جسمنا. نورتينا كابتن. نوركم حبيبتي، شكرا. بالبدايه كابتن ما شاء الله على الجمال، نريد نعرف اكيد هاي الرياضه لها دور بهذا الجمال كله، شلون محافظه على شاقه جسمك وشلون نركز بين الجسم ونضارة البشرة عن طريق الرياضة، لها دور أو لا؟ أكيد، يعني الرياضة لها دور كبير كلش، مو بس على جسمنا وبشرتنا. نعم. على الصحة النفسية همينة لها دور كلش كبير وتأثير. يعني نقدر نقول إنه الرياضة تدخل بكل مجالات أكيد. حياتنا اليومية. أكيد أكيد، لايف ستايل لازم تكون يعني لكل إنسان يعني. نعم. طيب كابتن صابرين، إحنا دلاحظ ما شاء الله جسمك كلش رشيق. شنو الروتين اللي تعتمديه انت حتى نتعلم منه احنا وكل المشاهدين؟ حبيبتي اول شيء الاكل مالتي انا منظمه طريقه الاكل مالتي، ما مقللته. نعم. بس مغيره. كنت قبل انا سابقا كلش هواي اكل دهون والوجبات السريعه الحلويات، هسه غيرت النظام مالتي. نعم. سويته اكثر صحي، النوم مالتي هاي شيء طبيعي يعني احنا لازم كيف. ننتبه للنوم مشاهدينا، هاي الشغله اللي احنا كنا يمكن كلش نعاني منها، انه شلون نحافظ على نومنا، لانه هذا حينعكس على بشرتنا. صح. وعلى جسمنا، حتى يمكن على شعرنا، على كل أكيد هاي التفاصيل. اكيد اكيد اكيد. نعم. فهذا كلش يعني انا اعتمدت عليه الحمد لله، وحتى اذا انا قد عندي انشغالات وشغلي مثلا، شغلي كلش صعب. حبيبي الله يخليك. بس ما اعوف التمرين. لازم. ابد ما اعوف. اكيد اكيد. اهم شيء الاراده، يعني اذا الانسان ما عنده اراده ما يقدر كل شيء يسوي. اكيد. زين كوتش، أنا حابة أسألك اليوم البنات باعتقادهم إنه رياضة رفع الأثقال بس للشباب، لأنه ضخم الجسم يعني، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه هم متوقعين إنه من راح نشيل وزن إحنا راح تطلع لي عضلة. مستحيل، البنية ما تطلع لها عضلة بسهولة. أكيد طبعا. والرجل يتمرن ويأخذ يعني أكله ويعني يعني جسمي اكثر. أكيد. وهو جسمه يفرق، انا امي يطلع له عضله بسهوله يعني في حال البنات شلون. انا بالعكس اني انصح تاخذ حديد على مود تشد جسمها، مو شرط انه اني اطلع كلش شيء قوي ويشبه الرجل، لا ماكو داعي يعني. هي حتى نقدر نقول انه معظم البنات يجهلون انه احنا الرياضه اللي راح ناخذها مو بس لانزال الوزن، حتى لصعود الوزن. صح. مناطق معينه يعني اني من الناس اللي كنت اعاني من الضعف، ونصحوني كثير من البنوتات وكثير من الكباتن انه اروح العب رياضه. انا من البدايه صراحه كنت ما مقتنعه بالموضوع انه انا اقدر اسمع شلون العب رياضه، وجسمي من بعد ما سويت التحاليل انه الدكتوره التغذيه اكيد واخصائيه بعد كل الضعف اللي كان بجسمي قالت لي انه عندك نسبه دهون لازم زادة. فهاي النسبه مال الدهون الزايده لازم اتخلص منها عن طريق الرياضه. هاي المعلومه اللي انا كنت اجهلها، واتمنى المشاهدين ايضا يستفادوا من عندها، انه مو شرط ان الجسم ضعيف معناها ما في دهون زايده، وشلون نقدر نحافظ عليه ونبني عضل، او نقدر نقول العضل هذا راح يزيد وزن وينقص عندنا الدهون، بس بطريقه انه يسوي شيء بالجسم كلش حلو. هذا اكيد بالاعتماد بالتواصل مع الكابتن. أكيد. اللي يعطينا تمارين معينه ونظام غذائي معين. صح. طيب كابتن، احنا اذا نريد نصعد وزن شنو الاشياء اللي لازم نبتعد عنها؟ اذا تريدين تصعدين وزن، نعم، اول شيء يعني مو اقول انه روحي اكلي كل شيء، لا انا اقولها اكلي سعرات. بالضبط. يعني اكو مثلا لاعبات عندي هوايه مثلا اشرح لها اقول لها اكلي سعرات عاليه يعني على مود احنا نزيد وزنك، تقول لي يعني كل شيء اكل؟ لا، هي هاي المشكله اللي احنا نريد ننوه عليها ونركز عليها كل بنوتات المشاهدين اللي يتابعونا، يعني لازم اكو فرق بين الاكل والسعرات. صح. كميه وسعرات. صح. نعم. بس انت لو تجين هنا يعني احنا بالنسبه للبنات، نعم، ثقافه بالعراق للرياضه ترى كل جديده كل جديده على البنات يعني، فمو الكل يعرفون يعني. وهوايه يعني اشتغلت بجيمات، يعني اي جيم ادخله اشوف البنات يتمرنون بكيفهم، ياخذون بكيفهم، يطلع باليوتيوب تسوي، فهذا الشيء كله غلط. مجرد يعني انا اشتركت اروح العب على جهاز معين، انا سامع هذا الجهاز يضعف، على الجهاز يصعد لا يعني اغلب الاحيان تشوفيها تصور سناب، يعني هي اول يوم راح تصور سناب يعني اوكي انا اليوم شارع الجيم خلص ماشي مره اي هيك يعني. بعدنا ما عندنا الثقافه الكافيه لهذا. صح. الموضوع بس ده تتطور شوية شوية. صحيح. إن شاء الله. زين أكو فد وزن مثالي؟
للمرأة يعني؟ والله هو أكيد أقوى وزن مثالي، بس مع طول معين. مع طول معين يعني طبعاً أكيد. إحنا ردنا نعرف هاي التفاصيل. كابتن أكو تفاصيل يجهلوها البنات، إنه أنا أرد أوصل لهيك وزن، بس ما يعرفون إنه مثلاً أكو طول معين، مثلاً طولها كلش طويل وتريد توصل الوزن مثلاً 50 أو 57، ما تعرف إنه هذا الشيء مستحيل راح يطلع جسمها كلش يعني مو مريح للعين وغير صحي. صح. طيب شنو تنصحيهم؟ يعني انصحهم انه اول شغله بالتمارين مالتهم ما يعتمدون على انه والله اليوتيوب هيك يقول، أكيد. لا، يلتزمون مدرب معين، واكيد كل مدرب الى خطه او الى نظام. نعم. هو اللي يتبعهم. يعني انا انصحهم انه يعني على شنو صار المدرب العد درس وتعب وهاي غير على مود ينصحكم. طيب دكتورة صحيح أن تبارك ما أنه هي مبتعدة عن اللحوم بس نباتية، هذا الشيء صحيح؟ هو صحيح ومو صحيح. يعني أنت بس لازم يعني شو إحنا نقول واحد لازم دايت ويوم يفتح، فلازم يعني حتى لو مرة بالشهر تحتاجين لحم، ممكن دجاج بس لحم يعني مرة واحدة ما يأثر. ما عندي فقر دم أصلاً ما أكل لحم. لازم تأكلين يعني محتاجين. وخضروات هواية لازم. صحيح. يعني إذا واحد يريد ينزل وزن يأخذ خضرة، وإذا يريد يصعد وزن هم يدخل خضار. الرياضة بشكل عام يعني إنه حتطبق على كل إنسان، لو كل إنسان مثلاً إلى رياضة خاصة يسويها. هي بصورة عامة كلياقة الناس كلها لازم يعني. تمام. كي كارديو أو شو اسمه كلياقة. الالعاب البدنيه العاديه يعني والعاديه. نعم. اما بالنسبه للمنظور الثاني اللي هي مثلا بنيه تبني جسمها فتنس، يعني تبقى فتنس يعني موديل فتنس تشبه هو. نعم. عندي لاعبات انا هيجي. نعم. اكو بنات لا يريدون بس يضعفون، اكو بنات ها عندي بس بطني اريد لا ماكو داعي يعني. طيب كوش ما جبتيها على البطن، كل امهات واني منهم بعد الولاده يصير عندنا خاصة بعد العملية أكثر من الولادة الطبيعية. بعد العملية يصير عندنا منطقة الأسفل البطن اللي هي كلش صعبة، كلش صعوبة نتخلص منها ونرجع على جسمنا المثالي أو جسمنا الصحيح. مو هي أكو عوامل أو نقاط إحنا لازم ننتبه عليها، اللي هي بكل جسم بالإنسان عنده. نعم. هرمون الكورتيزون. أكيد. هذا شو وقت يتفعل؟ الصبح أول ما نقعد من النوم ورا ساعتين راح يتفاعل ويا جسمنا. زين كوتش، هو اصلا يعني يمتى تبدي الرياضه من بعد الحمل؟ يعني بعد ما تجيب يمتى حتبدي الرياضه؟ يعني انا انصح اذا هي عمليه ورا 5 أشهر 6 أشهر تقدر تمارس رياضه شوي شوي خفيف، نصعد ليفل ليفل الى ان يعني ما نخليها لانه هي عمليه. ما تقدر. اكيد. واذا هي يعني اعتيادي ولاده طبيعيه فورا 3 أشهر شهرين ونص كذا تقدر تتمرن طبيعي. فارجع للي قلتنا الدهون اللي بالبطن. نعم. فهواي من عندنا بنات مثلا تقعد الصبح تظل قاعده اكيد ما تتحرك. هذا ايش راح يصير الهرمون؟ ترى العفو كوتش، خلي ننوه بس انه الصبح وتولين 3 الظهر تسوي هالتفاصيل. الصبح لازم الصبح. احنا الصبح عندنا البنات انا لاعبه عندي دائما اذكرها بالأربعة تقول لي صباح الخير. اي انا هنا ترى خلصتكم مشغولي. انا حرجعنا بس. طيب فاحنا لازم ننتبه على هذا الشيء. نعم. واني افضل انه هوايه من البنات يقولوا لي احنا نتمرن الصبح مثلا كارديو بس اني اتريق وبعد يصير عندي خمول، لا قبل ما نتريق اخذ كارديو اللي هو على جهاز الجري مثلا حتى لو فد 20 دقيقه 25 دقيقه هاي كلش تفيد على معده فارغه. كلش حلو. وبالليل ابتعد عن الاكلات اللي اكلها وانام لان احنا المعده مالتنا ما تعرف هاي هسه دنيا الليل. بس هو اهم شيء ماكو حرق طبعا، بس هو اهم شيء لازم النوم. يعني الواحد ينام أكيد بالليل أكيد. اللي قاعد الصبح يعني ينظم وقته لازم صح. يعني واحد لازم يخلي بس احنا العراقيين دائما نسهر. اي متعلمين على انا من الناس مرات من اشوف في جامعه مال بنات وهي بس اتعب كلش يعني. زين اكو بعد اسئله ببالي صراحه هوايه، من ضمنها يعني كم عدد الوجبات اللي لازم الواحد ياكلها؟ اكو شيء معين يلتزم به؟ مو هي الحسب يعني هسه انا مثلا تجي لاعبه تحكي وياي او لاعب، انا اقول لاعب لانه متمرن. تمام. من يجي نتحاور انا وياها او انا وياه اشوف وين يريد يوصل. نعم. يعني هو شنو هدفه؟ أي. على وفق هذا الشيء انا اسوي له خطه انه ايش قد ياكل عدد الاكلات مالته واسوي له نظام غذائي اذا يسوي فحوصات طبعا. أكيد. اذا عنده مثلا نقص فيتامين كذا هيك شيء، فهاي كلش مهمه. انا يعني هي ماكو شيء محدد انه اكل 5 وجبات وروح خلاص انت، لا مو هيجي الرياضه مو هيجي. طيب كلش احنا للاسف وقت البرنامج ما يسمح لي، بس اريد انوه على شغله معينه اللي هي كلش اساسيه ومهمه خصوصا ويا رياضه، كميه شرب الماء. احنا متعودين عليه نشرب لتر مي، مفروض نشرب لتر مي،
ويا الرياضه تحفزين ان هم يشربون مي اكثر لان هم يفقدون سوائل؟ والله احفز لانه احنا دا نفقد سوائل هواي. نعم. فلازم نعوضها. زين، هل فعلا هو على الوزن يعني المي ويا الوزن؟ يعني اكو اللي وزنهم قليل لازم مثلا يشربون مي غير عن اللي وزنهم زايد، هل هاي المعلومة صحيحة لو غلط؟ لا ما اعتقد صحيحة. لا بدي اقول لك على اليوتيوب وهواي ناس تحكي. طبعا كوتش نورتينا، حبيبتي نوركم، شكرا. كل استفادنا من معلوماتك لهذا اليوم، وللاسف وقت برنامجنا ما نسمح ان نستفاد منك اكثر. شاكر وجودك ويانا. انا اللي اشكركم حبيبتي نورتينا. اذا مشاهدينا للاسف وقت فقرتنا لهذه الفقره بالذات خلصت لهذا اليوم، انتظرونا بعد